المركز القومي للبحوث، السيد الأستاذ الدكتور أحمد شعبان نائب رئيس المركز للشؤون الفنية، السادة الحضور، السادة الكرام الحضور، الضيوف، رؤساء المعاهد والمراكز البحثية والجامعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعلم جميعا إن موضوع الأمن المائي والأمن الغذائي وهو أحد الأركان الأساسية بالأمن القومي في معظم الشعوب وفي جمهورية مصر العربية. إن قضية الأمن المائي والأمن الغذائي يعتبر من القضايا العالمية، وحيث تعاني معظم الدول وخاصة الدول النامية ودول العالم الثالث بكثير من المشاكل، وخاصة الدول التي تقع في مناطق جافة وشبه جافة ويندر فيها وجود الأمطار والمياه. وهذا يتطلب نمرة واحد ترشيد في استخدام المياه، ويأتي هذا من خلال محاولة إعادة استخدام مياه الري، وكذلك إعادة هيكلة شبكات الري واستخدام محاصيل تتحمل ظروف مناخية مختلفة، أو عن طريق تطوير مصادر المياه الموجودة والطبيعية وتحويلها إلى مصادر اقتصادية مثل استخدام السدود والخزانات المختلفة، وبالتالي محاولة إعادة استخدام المياه الطبيعية، أو عن طريق تطوير طرق جديدة لمصادر مائية جديدة مثل عملية استخدام مياه قليلة الجودة أو استخدام تحلية المياه سواء لمياه البحار أو الآبار المختلفة. ومن أحد اهتمامات الدولة وهي محاولة ترشيد استخدام المياه، وكذلك أيضا زيادة الرقعة المساحة المزرعة. ومن هنا يأتي اليوم مؤتمرنا هذا، مؤتمر الأمن المائي والتحديات والحلول في المركز القومي للبحوث، وذلك لمحاولة مناقشة أهم التحديات الحادثة في موضوع المياه، وكذلك لمحاولة إيجاد بعض الطرق والبدائل لترشيد استخدام المياه، وكذلك طرق جديدة، بالإضافة إلى التعاون ما بين الجهات البحثية المختلفة لمحاولة وضع أهم الطرق التي يمكن أن تستخدم في عملية الترشيد، وكذلك إيجاد بعض الخرائط لمحاصيل زراعية يمكن زراعتها في مناطق مختلفة تتحمل الجفاف والملوحة وخلافه. على سبيل المثال بدأت وزارة الزراعة طبعا في استخدام نباتات القمح اللي ممكن بتتوسع فيها في مناطق زراعية مختلفة تتحمل الملوحة والجفاف ويمكن زراعة بها المناطق المختلفة. ومن هنا يمكن تحقيق الأمنين، أمن المائي والأمن الغذائي. فاليوم سيتناول عديد من المحاضرون وأهم النقاط والخاصة به ما هي المشكلة والتحديات، بالإضافة إلى إدارة المتكاملة للموارد المائية وأهم الموارد أو الطرق الجديدة التي يمكن أن تستخدم. في نهاية كلمتي أنا أود أن أتقدم بخالص الشكر للسادة المتحدثين والوزراء طبعا، وأنا يمكن النهاردة في هذا اليوم في اجتماع لمجلس الوزراء، يعني طبعا في اعتذار للسادة الوزراء عن الحضور، فألف شكر لرعايتهم لهذا المؤتمر، وألف شكر لكل من ساهم بالمشاركة سواء بالإلقاء وكذلك أيضا بالحضور. بتقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير للجنة الثقافية برئاسة السيد الأستاذ الدكتور علاء البدوي، وكذلك جميع الزملاء، وأيضا بتقدم بالشكر للدكتور محمود حزين حيث سيتناول غدا ندوة عن الزراعة، الدور المغناطيسية في الزراعة.
كما ايضا بتقدم بخالص الشكر لاهالي سيناء الاحباء محافظه شمال سيناء لاقامتهم معرض للمنتجات الزراعيه في المركز القومي للبحوث في خلال هذا الاسبوع، تعاونا ما بين المحافظه والمركز القومي، فالف شكر لهم واهلا وسهلا بهم في المركز القومي للبحوث، وحفظ الله اهل سيناء وارضها، وحفظ الله اهل مصر، وان شاء الله نخرج من هذا المؤتمر بتوصيات يمكن رفعها الى المسؤولين، وايضا يكون في بروتوكول تعاون ما بيننا وبين الجهات المختلفه. اتمنى في نهايه اليوم يكون لدينا خطه ويكون لدينا فرص تمويل، وانا بهذه المناسبه في هذا اليوم جاء لنا خبر في جمعية الطلائع التعاونية في صدد بتمويل مشروعات في مجال معالجة ملوحة مياه الري وتقنين استخدام النباتات للمياه، التطبيقات الملائمة في الزراعة لتثبيت الرمال المتحركة الكثبان، التطبيقات الخاصة لزراعة الأصناف والمحاصيل الاقتصادية الجديدة والواعدة بالأراضي الصحراوية مثل الجوجوبا وعباد الشمس والمورينجا، الطاقة المتجددة، وتقدم الجمعية بالإضافة إلى التمويل المالي المساحة اللازمة من أرض الجمعية للبحث العلمي، الدعم الفني لهذه البحوث العلمية. فألف شكر لجمعية الطلائع.